بسم الله وكفى، سلام على عباد الذين اصطفى، ربنا ألهمنا الرشد والرشاد واجعلنا من خير العباد واجعلنا معاول بناء للبلاد، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن إن شاء الله تعالى فيتكم بمقطع من لميت العرب، ممكن تنسب إلى الشنف عراء، ونجد فيها أن بعض العرب هم قلة، كانوا حتى في الجاهلية سياد خلقا وخلقا، كانوا من أئمة الخير والرجولة والفعولة والإنسانية وكل جمال أخلاقي، معنى مقدمين عند اللقاء، كرماء عند الضيافة والمجر، يعني القلة هي معنى تخلي العرب مش كلهم ملوثين، بل فيهم منهم خالفوهم في مضمار الإبليسية والعياذ بالله، احنا نعاني منها الإبليسية، خلي كل واحد منهم عنده لسان يغزل الحرير ويستعمل لغة القرآن لكي يسعر الناس حتى يوقعهم في القبلان، ينتخبوه بعد يتفنى عليهم، يبدأ الذيبة يجي يللا ويصبع يعلا، هاي سويات عشان يوقعوا فيها المقطع هذا. أقيموا بني أمي، اعترف بالقومية، صدور مطيتكم، هاي أي أروعكم، أما أنتم تروحوا لنا نرحل، فإني إلى قوم سواكم أو لا منا تبرع، لا أميل صراحة الشجاعة، لم يخاف يخشى أحد، الله حق تخشوه، فقد حمت الحاجات، أي ارتقت إلى كما تكون في درجة ملحة، أي باش يهاجرهم ولا يهاجرهم، إما هم ينفروا منه ويخرجوا، تقلع من فم ولا هو يقص بروح، والليل مقر، ما دابوا الليل عندهم فيه شوية بورة من الواحد، دابوا باش تفهموني شوية، افلتوا ولا نفلت أنا منكم. بدأوا شوية كبرها من الناس إذا كان ما زلت فيكم البرها ذيك كما تو ولا النور اللي تدعونه أنا مرينا هنا ظلمات تدعون بالظلمية أحنا تسقطوا عينا سيادكم وظلميتكم على سيادكم أهل القرآن وما أدراك من القرآن وأهل الرحمن وأتباع رسول السلام عليه الصلاة والسلام وقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدت المطيات أي هيئت مطايا وأرحلوا إما هو يقول أرحلوا بشؤوما بما أنهم يحبوا دائما المنافسة أي يحب يرى حياته ونرحل عنا هو يحب ينكينا وننكيوا عنا نبدأوا عنا نكون مبقاتين هذه مسقوطية أكرم يقول لك والله لما نوريه قبل ما يوريني ولا ما نوريه حطوا في السجن وحطوا في القبر والعاشر نرتاح منه هذا الموجود في عالم العرب ولا الواء يتقاطع الواء باسم الاسلام لا الاسلام قال ما تقتلش الا في ساعة الوغى وما تقتلش من جهر بالاسلام وعلى الإنسان فقط مش تقول لكن كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قال لك اللي انت بدرت بقتله مش تقول تكون عندك حسرات وما عندكش بينات من القتل وبعرف مش يسيبك تقتل نفس مؤمن وفي الأرض منأى أي وسيلة بعد وسفر إلى أقصى الأسقار لعاش حبيرهم يسمع أخبارهم حتى نقبلك يجيب أخبار من سلوش منأى للكريم من الكريم
على الاذى، يعني انتم اهل الاذى. واذكر قاضي الحق بكم الاذى وافعالكم سوء اخلاقكم مع ربكم كريم ربي ويرضى بحق. وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. وقلنا والله ما تكون لكم قائمه الا ما تعودوا كما كان الرسول عليه الصلاه والسلام مع الرعين الاول عليهم الرضا. لا تستقيموا احوالكم الا هكذا. ونبينا عليه الصلاه والسلام علمنا ان لا يصلح امره وشانه اخر الامه الا بما صلح به امرها في الاول. قال لم السلف صلح. مين ليك الصلاح وانت تزكي بنفسك؟ والله اعلم حالك مع مرتك ومع شريكك ومع تسبيك ومع ابنائك تجيب القهوه تقول انا سلفي مش تعمل الدعوه. تعرفوك الناس اللي يبغى التمثيل يزين التمثيل ناس عافتكم. هذه السلفيه هي ان تاخذ طريق الانبياء عليهم السلام بدون تعريف. هذيك هي السلفيه. الخلف السلف سلف شهد المولى له بالاستقامه، والخلف شهد له الشيطان بالاستقامه. هي ثبتوا روحكم مش تحبون. وفي الارض منع بالكريم عن الاذى الابعاد النائية ذاك. وفيها لمن خاف القلى اي القلى البغض والبعد والترك. وفيها لمن خاف القلى متعزل. لعمرك هناك اقسم بالبيت هذا صدر البيت ما بالارض ضيق على امرئ سرى اي ذهب ليلا وانتقل راغبا او راهبا وهو يعقل. وبعد قال كيفاش فضل الحيوانات على العرب، وهذا موجود في القران. بل هم اضل سبيل، يعني هم كلم الانعام، بل هم اضل سبيل التصحيح في القران. ياتي على لسان الرب الرحمه. هيا من تو اختاروا خير لكم مكاز يا ربي مزيدكم ارهاق. طيب ربي كلابكم اللي حطيتوهم على رؤوسكم من كلاب العبد الخاصه من النوع هذاك حتى التو الكلب الفرعي اللي موجود التو ولا الكلب اللي ما جاش مسيد. ربي شكون تولاكم؟ الله ولا الروس ومن تحت الروس كرب ماشيين جايين بين الكرب المجموع والقياده فاسده فيهم وكلاب الروس اللي يخدموا بني اسرائيل. ثم جميعه في هؤلاء ترى قالك عرضوا عليكم الامان وكانوا يمشي ينطقوا الضوء بما في صدورهم ما تنجموش تزيدوا تعيشوا بالفضائح اللي مشي يلطخوكم بها قبائل مسمومه ويتمناوا كيفاش يدقدقوكم. فالروس جاي فميكا جاي باش ينصركم، جاي باش ينصر الكرب ولا المسلمين؟ الكرب ما ينصركمش، المسلمين يخليه باش ينتصر. قالوا مش يحاولوه اللعبه بجاز التعبير الى عقل ديالهم ويخربوه يفرقوهم يقولوا بالعربيه. بو بي جي هل انتم عاقلون؟ هل انتم تتذكرون الوحي كيف نزل على محمد عليه السلام؟ وما زال القران متعديا امثالكم. الان من اراد منكم ان يتعفف ويرجع الى مرضاه الله ويتبنى لا اله الا الله محمد رسول الله منا قولا وفعلا فهنيئا له وهو منا ونحن منه له ملنا وعليم علينا ومش يربح 100% لان وعدنا ربي بالنصر وبالشهاده على ان هذه ولتك. والسلام على من اتبع الهدى. وما تنساوش حتى من اللي مستشفت في ساعه الرغاء يكون شهيد فراش الوفاء. فراش وفاته هو رقعه فيها شهادته. حط في بالكم يموت منها واحد الا ما ياكد على شهادته. انظروا
السبب نتاعو، بل تصحر روحه الى رفيق الاعلى. انظروا وشوفوا من حوله يعرفوا قدره جوج يذكروا في الشارع. ارسال متواصل شاهد واحد علاش؟ خاطر احنا امه واحده، ونخليه حتى واحد منها يتفرج بابليس فك اللحظات هذيك النهائيه حياته الدنيويه يتفرج به وبعد يخسروا. خلنا نعرفوا القانون الالهي سنجد يمشي على سبيل اهل الجنه ويسبق القول ويسبق من اهل النار. علاش؟ خاطر الشيطان اختارك اللحظات الاخيره باش يقضي عليه بك الالتباسات اللي مش يحيلوا بها. وهما من الشيطان برك برك وقال قول هذا في جيب اذا كان عنده جيب انا فيه خير وفيه خيرات الاخرويه. ربي باش ينكل بيه كما عرفنا في القران باش يخرجوا منه ويعصم منه في اللحظة الأخيرة فيصح إيمانه وتقبل توبته ويحسن الله له الموت وهو العيش في القبر. أيوه يروض من الجنة ويوم البعث يكون من الناجين وبعد حساب يكون من الراضين على رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله.